متى شعر فازن مالكي انه ممثل؟ يعني متى حسيت انك فعلا ممثل تغمصت دور التمثيل واحسست انك انطلقت لعالم النجوميه؟ بعد اي عمل تقريبا؟ ايش الاعمال اللي؟ لا في اعمال كثيره، لكن كان في برنامج اسمه سي بي ام. هذا البرنامج كان فيه مجموعه نجوم من دول العالم العربي، كان يعرض على احد القنوات، فكان هذا البرنامج انتشار لفايز المالكي في المغرب، في ليبيا، في الجزائر، في مصر، في كل دوله. كنا ننزل يستقبلونا كانك راغب علامه، اهلا وسهلا ويعطيكم العافيه. انتشرت يعني سمعتكم في الوطن العربي. عملنا 200 حلقه من هالبرنامج. ممتاز. وكان القناه تدعمه بالاعلانات، وكان برنامج عظيم جدا وفاز باربع جوائز. في ذاك الوقت يعني نعرف انه الاعمال تنتقل ببطء، لكن الان السوشيال لا الان 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 ابو عبد الله اختلف كل شيء.